السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ويا رب يكون الجميع بخير ويوم جديد وبداية جديدة. اللهم لك الحمد والشكر يا رب. مع هذه اللي هي نوع من أنواع الدراسينا يد تدعى برجل الفيل، أحيانا يسموها بوني تيل، اللي هو ذيل الحصان عشان شكلها. هي تحفة قزمية، شوف الشكل الإبداعي اللي ربنا سبحانه وتعالى عطاها. هو طبعا هم زارعينها الجماعة زي ما احنا شايفين في حوض قزمي عشان يحافظ على شكلها هذا الجميل اللي انت شايفه. وهذا شكلها ما شاء الله تبارك الله، بالإضافة انه لها 1 2 3 4 أعمدة ما شاء الله تبارك الله. وهذه سبحان الله كيف الفتحة التحفة دي اللي طالع فيها سبحان الخالق. شوف كيف الجماعة بزرعوها في أحواض. هذا سعره 85 ريال. شوف الطريقة كيف عشان يقزموها، يخلوها دائما في أحواض صغيرة. ما شاء الله تبارك الله كيف جذورها ملتفة،